رعاية وزيرة السياحة والآثار لينا عناب وبالتعاون مع أمانة عمان الكبرى وهيئة تنشيط السياحة، أعلن مسرح البلد من خلال مؤتمر صحفي عن انطلاق فعاليات مهرجان موسيقى البلد في دورته الخامسة التي ستنطلق في الفترة ما بين 26 من تموز وحتى 2 من آب في المدرج الروماني ومسرح الأوديون. سنة عن سنة عماله بيكون هذا المهرجان يستقطب من داخل وخارج المملكة، وزي ما سمعنا اليوم كمان تم اختيار هذا المهرجان من أفضل 10 مهرجانات في منطقة الوطن العربي. فكمان يعني مش بس مهرجان له أهمية محلية، كمان يعني اكتسب أهمية إقليمية إذا مش عالمية. كمان حيشارك فيها مجموعة من الفنانين العرب والأردنيين ومن أوروبا. السنة هاي حتكون سنة مختلفة بالنسبة إلنا، حيكون عندنا زخم كبير بالعروض الموسيقية الأردنية. السنة هاي نشهد عودة فرقة هامة نعتز فيها، فرقة ميراج، بعد 30 سنة حتكون هي افتتاح مهرجان موسيقى البلد. عم نقدم فنانين لأول مرة عم بيطرحوا مشروعهم الموسيقي. يسعى المهرجان إلى تطوير آفاق جديدة لدعم الفنانين والموسيقيين الشباب الأردنيين والعرب من خلال تقديم أعمالهم في عروض موسيقية أمام الجمهور العربي وفتح سوق فنية لفرق وفنانين بهدف ترويج أعمال الموسيقيين الشباب الأردنيين والعرب. إحنا طبعاً عم نقدمه والأسلوب الموسيقى البديلة الروك فيوجن، بكلمات الله يرحمه هايل العجلوني، هو كاتب وشاعر وتوفى مؤخرا رحمة الله عليه. في له 4 أغاني باللهجة البدوية الأصلية، وإحنا تعرف إحنا من زمان بنغني بالبدوي مع الروك. العرض رح يكون يوم 26/7، رح يكون لي مشاركة في مهرجان موسيقى البلد، بيكون يوم السبت 29/7. رح يكون العرض بيحمل عنوان قصائد وشوية حكي، قصائد طبعا لأنها باللغة العربية الفصحى، لأنه أكيد إحنا عم نشوف كتير قديش الناس عم بيرجع حبها للغة العربية الفصحى من خلال الموسيقى ومن خلال القصائد المغنى، وشوية حكي رح يكون كمان أغاني مش باللغة العربية الفصحى، باللغة العامية، وبيكون منها إطلاق لأغاني خاصة لإلي. آلاء أبو حمدة، رؤيا.